السلام عليكم. هذا فيديو قصير فيه بعض الأسئلة للأشاعرة ونريد منهم جوابا عليها، وأن لهم أن يجيبوا. أولا، يقولون أن الاستواء هو علو رفعة ومكان وقهر وملك وسلطان وليس علو ذات، فنقول لهم قوله تعالى ثم استوى على العرش، هل أصبح عالي الرفعة والمكانة والقهر والملك والسلطان أم يعني بعد أن استوى على عرشه، أم أنه حتى قبل أن يخلق العرش وقبل أن يستوي على العرش هل كان عالي الرفعة والمكانة والقوة والقهر والملك والسلطان أم لا؟ إذا قلتم نعم فتفسيركم للاستواء بأنه علو رفعة ومكانة وقهر وملك وسلطان كالذي يفسر الماء بالماء، تقوله ما هو الماء؟ يقول لك ما هو الماء؟ هذا هو تفسير الماء بالماء، أو تفسير الحجر بالحجر، تقول له ما هو الحجر؟ يقول لك الحجر هو حجر، يعني حجرة هكذا، هذيك حجرة، ما هو تفسيرها؟ الحجر هو الحجر، الاستواء هو الاستواء. إذا كان الله، وهذا لن أخلفكم فيه، عالي الرفعة والمكانة والقهر والملك والسلطة والسلطان قبل أن يستوعي عرشه، فإذا هنا الاستواء على العرش ليس هذا هو تفسيره، إنما استوى على وارتفع كما قال مجاهد وابن عباس رضي الله عنهما، أن معنى الاستواء على وارتفع، هذا الاستواء. السؤال الثاني، يقولون أننا إذا أثبتنا اليد لله قد شبهناه بخلقه، إذن لماذا أثبتتم لله السمع؟ أليس المخلوق يسمع؟ فإن قلتم سمع الله ليس كسمعنا، نقول لكم بنفس المنطق وبنفس الحجة، هو يد الله ليست كأيدينا. السؤال الثالث، يقولون أن نزول الله هو إلى السماء الدنيا، وهذا حديث صحيح الحمد لله، يعني ثابت لا غبار عليه، حتى شيوخ وعلماء يعني الأشاعرة المتقدمين يعني لم يضعفوه ولم يطعنوا في صحته، بل أثبتوه وقالوا حديث صحيح. إذا نقول لهم بما أنه يعني حديث صحيح حتى على شرط شيوخكم وعلمائكم، فهل رحمته التي تنزل كما تقولون، أم هو سبحانه وتعالى من دون أن يخلو منه عرشا؟ لأن نزول الله ليس كنزولنا، وكلام الله ليس ككلامنا، نحن نتكلم يخرج الكلام من الحلقوم من الحلق باللسان والشفتين، هذا كلامنا نحن، وكلام الله ليس ككلامنا، ككلام الله صوت بحرف وصوت لكن ليس ككلامنا. وهذا يعني ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الله يتكلم بصوت وحرف بدون تكييف، بدون نقول كيف، الكيف مر يعني مجهول، الكيف مجهول، المعنى معلوم والكيف مجهول. هذه ثلاثة أسئلة لم يستطيع الرد عليها ولن يستطيع الرد عليها إلا بما يرضي الله، وما يرضي الله يخالف منهجهم وعقيدتهم وما يتبعون، لذلك لن يردوا على هذه الأسئلة. فقط يعني أسئلة لمن أراد أن يفهم ويلجم أشعري يطرح عليه هذه الأسئلة، والله لن يجيب إلا بما يرضي الله.